لا يشق صوت هذه الظلمة في سماء محافظة إب إلا أزيز الطائرات، ولا تكتفي بذلك بل تؤكد حضورها بشن عدد من الغارات على عدة مواقع كمجمع بن لادن في جبل حراثة ومعسكر الحمزة. ولكن لا حديث عن أي حصيلة للأهداف العسكرية في هذه المحافظة في ظل تكثيف طلعات الطيران الحربي. كل ما سقط هنا يلتحق بصورة أو بأخرى بقائمة طويلة من الضحايا المدنيين الذين استشهدوا في غارات سابقة للتحالف في بعض المحافظات، حيث كان أبناء إب يرونها بعيدة عنهم وباتت قريبة، بل وعاشوها ليلا بكل تفاصيلها المرعبة. 13 مدنيا بينهم أطفال فارقوا الحياة تحت ضربات الطائرات التي طالت إحداها مبنى سكنيا يعود للمواطن مهيوب العود في مفرق جبلة، كما تضررت مباني المنازل المجاورة. أفاق الأهالي على هذه الحالة في إب، وقبلها فعل الطيران نفسه في الحديدة ولحج وتعز وصنعاء، لتكون بذلك قائمة الضحايا ممن ذهبوا بهذه الغارات المريبة في اتساع مستمر. وبينما يضج الأهالي من قسوة الحرب، وخصوصا هذه التي تتساقط عليهم من وقت إلى آخر، يستمر التحالف في صم إذنيه واستمرار عملياته، تاركا الشك والحيرة والحسرة تأكل قلوب اليمنيين ولا منقذ.